حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك، والبداية دائما من العناوين. الأول عربيا والسادس عالميا، العراق بين أكثر الدول المبذرة للطعام. مراكز التجميل الوهمية والغير مجازة، تجارة تهدد الباحثات عن هوس الجمال. بكل شيء لازم نتصدر، بشي زين مو زين العراق لازم موجود. مجلة أميركية مختصة بمجال الأغذية تقول أنه العراق الأول عربياً والسادس عالمياً بقائمة الدول المبذرة للطعام. أكثر من 4 ملايين طن يهدرها العراق من بقايا الأكل، وأكثر من 40% نسبة الأكل الزايد من عندنا موجود بالنفايات. وبعدنا نقول رغم كل هذا التبذير أنه عندنا نسبة فقر عالية، عندنا نسبة بطالة، الدولار صاعد، المطاعم سعرها غالي، ونسمع بكل هذه الأرقام. اليوم أي مطعم إذا تدخل له راح تشوف ميز طويل عريض بأشكال وأنواع من الأكل، وتلقى 2 أو 3 قاعدين على هذا الميز، وأغلب هذا الأكل راح يعوفوه وراح ينذب. غير سالفة العزائم ببيوتنا العراقية اللي ما شاء الله أبسط عزيمة اليوم 7 و8 و9 أشكال من الأكل. طبعاً أكيد هذا أكثره ما راح ينكال وراح ينشمر بعد حتى ما راح نحفظه. الله وكيلكم، بعدنا ما عولي نتمن ونوصل للخمسة ملايين طن سنوياً. مرحبا، يشغل العراق المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من إجمالي 196 دولة بأكثر الدول اللي تصرف بالطعام. الفرد العراقي يهدر من الطعام 120 كيلوغرام، أما الهدر العام سنوياً فيبلغ 5 مليون طن من الطعام. بالوقت اللي تظهر به الإحصائيات الحكومية الرسمية أن نسبة الفقر وصلت إلى 21% من السكان، وتقدر أعداد الفقراء تقريباً 11 مليون من عدد السكان. طبعاً العادات والتقاليد الموروثة الاجتماعية هي السبب الرئيسي بهدر كميات كبيرة من الطعام. راح تقولون ليش؟ لأن العراقيين أغلبهم يفضلون تحضير كميات جدا كبيرة من الطعام أكثر من الحاجة، سواء تناولهم في البيت أو بالمطاعم وحتى بالمناسبات. طبعا الخبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية بسبب كميات الطعام المهدرة واللي تتطلب جهود جدا كبيرة حتى نتخلص منها أو إعادة تدويرها. أما خبراء البيئة فقالوا إنه مشكلة هدر الطعام ما تقتصر على الخسائر المادية فقط، وإنما تنذر بعواقب خطيرة بيئية تهدد الصحة العامة. فيال الجادري سوت جولة بواحد من المطاعم وسألت المواطنين عن الأكل الباقي وين يودوه وعن هدر الطعام، وهاي التفاصيل نتابع. وعن موضوع هدر الطعام وتفاصيله وتأثيره على اقتصاد الأفراد واقتصاد البلد نستضيف الاستوديو الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد عبد ربه. رحب بك أستاذ أحمد. تحية لكم ولجمهوركم الرائع. يا أهلا وسهلا بك. بالبداية خلي نبدي من هذه الإحصائية اللي صدرت من هذه المجلة الأميركية أنه العراق الأول عربيا السادس عالميا بهدر الطعام. هذا الموضوع إيش قد يسبب اليوم خسائر اقتصادية على البلد وعلى الأفراد بالتالي هو ينعكس؟ يعني طبعا هو من المشاكل الكبيرة اللي مدى ينتبه لها لا المواطن ولا الحكومة ولا يعني ولا المجتمع بشكل كامل هو موضوع هدر الطعام. طبعا أنا أتوقع يعني هذه الإحصائية غير دقيقة، يعني إنه العراق من الدول الأولى عربيا في هدر الطعام. أكو هدر لكن مو بهاي الدرجة اللي نشوفها اليوم مع شديد الأسف. مجلة مختصة، مجلة أميركية، مجلة سي وورلد أعتقد هيك يعني اسمها. تعرف هاي قضايا الهدر، يعني هاي قضايا يحتاج إلى إجراء إحصاء لها أو تعداد. تعرف إحنا الجهة المسؤولة هي وزارة التخطيط، فطبعا البيانات اللي تصدر من وزارة التخطيط. يعني اليوم إحنا تشوفنا من نهدر طعام؟ لا إحنا نهدر طعام لكن مو الأول عربيا. وإحنا حكيناها اليوم على طب الأي مطعم بالعزائم اللي عندنا. شوف أكو هدر لكن الله. لا أعتقد يعني دول الخليج عندهم هدر. يعني مشكلة موضوع طيب. الهدر كبير. تأثير الهدر اليوم. هسه بالبداية خلي نقول إنه إحنا موضوع هدر الطعام هي تعرف العراق اليوم بين نقيضين يعيش. النقيض الأول هو شعب بعض المواطنين يتضرعون من الجوع. والنقيض الثاني هو إنه أنت اليوم أكو ناس تهدر الطعام.
يعني اليوم هذه مشكلة كبيرة فعلا. وهذا قضية الهدر هو ما يتوقف بس على الناس اللي تهدر راح تنفق فلوس، حتى على الفقير راح يأثر. راح تقول لي شلون؟ اليوم أنت من يصير أكو طلب على المواد الغذائية وطلب مرتفع، أكو شراء، شنو هذا راح يسبب؟ راح يسبب تضخم بالأسعار. فالمواطن الفقير راح يتضرر بسبب ارتفاع الأسعار. هاي وحدة. القضية الثانية، احنا اليوم بلد مستورد بامتياز، هذا تأثيره على الاقتصاد تأثير كبير وتأثير سلبي. انت اليوم تستورد كل شيء، احنا قدر الامكان نحاول انه العراق نقلل الاستيرادات. فانت هذا هدر الطعام، هذا يدفع باتجاه توسيع قاعدة الاستيرادات على حساب البضائع اللي نصدرها. هاي القضية الثانية. القضية الثالثة والاهم هو يوفر عبء على الدولة من خلال يعني من خلال الموضوع البيئي. يعني انت اليوم هذا الطعام راح ينهدر وراح ينذب، هذا بالنهايه راح تحتاج له بلديه، تحتاج له ضغط، يعني راح يضغط على الخدمات ويضغط على الكوادر البلديه. فهنا المشكله الى تاثيرات السلبيه. احنا اليوم من هذا الدور، يعني من هذا منبركم، نحتاج الى ان تشرع قانون. انه شلون نقدر نقلل، نشرع قانون خلي شو نسميه، خلي نسميه قانون يحد من موضوع هدر الطعام. هذا القانون يفترض انه نحاول نعيد تدوير الطعام، تعرف يوميا هو يحتاج قانون لو يحتاج تثقيف. بالالاف اكو الاف المطاعم اليوم هنالك هدر، يعني تعرف بالنهايه يذبون الطعام حتى ما وتعرف يمكن تلقى جيرانه فقير. فشلون نلقى اليه هذا الطعام اللي يبقى او اللي هذا الطعام اللي ممكن الصالح، يعني ما نقول الطعام هذا ممكن شلون نوصله للفقراء، نعيد تدويره للفقراء. هاي احنا راح نقلل من معدلات الجوع. تعرف يعني اليوم عندنا حالات وفيات بالمستشفى تسجل بسبب سوء التغذيه. هسه انت اليوم اذا تراجع احصائيات وزاره الصحه تشوف اكو ناس يموتون بالمستشفى بسبب سوء التغذيه. هسه اليوم احنا نقول مطاعم هي مثل ما قلت لكم متناقضات بالموضوع، فهي من باب عندنا هدر ومن باب عندنا نقص وجوع. فاحنا شلون نقدر قدر الامكان نوازن بهذه القضيه؟ هذا يحتاج له اليوم اكو توجه من قبل الحكومة، وهذا شيء جيد لتوفير السلة الغذائية، لتوفير الأمن الغذائي. اليوم السلة الغذائية متوفرة بشكل كبير، وهذا انعكس على الأسعار. هو المهم في هذا الموضوع أنه شنو يتوفر وشنو موجود، لو أنا شلون أستخدمه. هنا القضية احنا نحتاج إلى توعية. الشعب العراقي يعني يصنف يمكن عالميا من الشعب، يعني هو هاي دليل على الكرم. بس هو ايش تعرف يعني مرات الكرم ياخذك الى جوانب. اذا نربطها بالكرم هنا مشكله. كرم بتبذير يفترض ان تعاليم دينك، لا اعرافك، لا تقاليدك، طبعا يعني حتى احترام للنعمه، احترام للنعمه. تعرف اليوم اقتصادنا العراقي يواجه مشكله كبيره. يعني احنا اليوم نظامنا المصرفي نظام يعني معرض للانهيار. وضعنا سيء جدا. نحتاج رقابه على الاستهلاك طبعا، ما يحتاج الفرد شقيل طبعا. احنا اليوم نطالب بتفعيل قانون حمايه المستهلك. يعني انت اليوم اكو بضائع بالسوق، هذه البضائع يفترض ان تحمى، ان نشوف البضائع جيده للمواطن. يعني اليوم انا شوف اكثر من مره واكثر من لقاء قلت يابا لا تفتحون الاستيرادات، يعني اكو اشياء ماكو داعي انه احنا نستوردها من الخارج. يعني هسه اليوم احنا حرامات العمله الصعبه نستورد بيها، اكو بعض المنتجات ما اعتقد يحتاجها المواطن. يعني حتى اذا احتاجها يمكن، يعني مثلا على سبيل المثال الفواكه، يعني انا ماكو داعي مثلا اروح استورد مانجا او اروح استورد فتشي، يعني مو كلش ضروري للمواطن. احنا ناخذها بنسبه وتناسب. يعني اليوم المكونات الأساسية خلينا نقول لوجبات الطعام سواء بالمطاعم أو حتى بالبيوت، إيش قد نسبة من الموجود ده يصنع محلياً وإيش قد المستورد؟ 90% مستورد. 90% المشكلة دخل حتى على موضوع اللحوم. حتى اللحوم يعني همات أكل لحوم مستوردة. وهاي مشكلة كبيرة. فهي هاي تأخذنا شنو اللي أدى لهذه القضية؟ أدى موضوع الهدر بالطعام. يعني انت خلق طلب، هذا الطلب المتزايد يفتح الشهيه نحو الاستيراد. زين، موضوع ثاني يتعلق بموضوع هدر الطعام. اليوم اي واحد عنده مبلغ، ايش قد ما يكون هذا المبلغ، مبلغ متوسط، مبلغ عالي، اول مشروع راح يفكر به راح افتح مطعم. هذا الموضوع ما يحتاج لرقابه؟ يعني اليوم نشوف المطاعم اعدادها مو طبيعيه، بعض المناطق
شوارع كاملة صارت عبارة عن مطاعم. مو هي المشكلة، هاي المشكلة تجي إنه إحنا لازم نعالج من البداية. أكو هدر يعني أنا اليوم يعني اليوم إذا الأسرة هي تصنع ما موجود بالبيت، شلون قبل كان تخبز الأسرة كل شيء تسوي، كل شيء تسوي. فماكو داعي إنه أنا ألجأ للمطعم، مع إنما كفاءة الطعام اللي يصنع بالبيت ونظافته. لا هو هذا أعداد المطاعم تشوفه يعني عدد طبيعي، مو هو أكو طلب يعني متزايد كتخطيط عمراني كتفاصيل. طبعاً طبعاً أكو عشوائية أستاذ، بكل شيء أكو عشوائية. يعني أنت اليوم تفتح مطعم بوسط فرع لمنطقة سكنية، يعني أكو عشوائية بالتخطيط. اليوم أي واحد يجي يفتح ماكو أي رقابة. هذه تحتاج تحتاج إلى رقابة، تحتاج إلى أنه اليوم اللي يفتح مطعم يفترض يحصل على موافقات أصولية. يعني اليوم مثلا على أبسط مثال، أي مدينة في بغداد، مدينة حي البنوق أو أي حي أو حي القاهرة، اليوم من واحد يجي يقول لي أنا أريد أفتح مطعم، أشوف أنا إيش قد أكو مطاعم بهذه المنطقة. يمكن أنه هاي المنطقة ما محتاجة زين، أنا بنفس الوقت أنا إذا أسمح بفتح دول شلون راح يشتغلون؟ يعني قدر الإمكان أحاول أنه هم أحمي لي فاتحين مطاعم، يعني أوفر لهم حماية أنه ما راح تكون منافسة شديدة. وبنفس الوقت هسه أترك موضوع المطعم، الموضوع صار ديليفري كله بالصفحات. صفحات هسه إحنا مو ضد أنه واحد يلقى عمل أو يلقى فرصة، هذا شيء جيد انه المواطن يلقى له فرصه ويلقى له عمل، لان تعرف عندنا مشكله بطاله. لكن بنفس الوقت يحتاج الى تنظيم سوق العمل. استاذ الفاضل، سوق العمل بالعراق يحتاج الى تنظيم. مع شديد الاسف عندنا عشوائيه كبيره بسوق العمل. صار الموضوع يتعلق بثقافه عامه، احنا قلنا قبل شويه موضوع الكرم، صار موضوع الهدر بالطعام كثقافه عامه. اليوم نشوف اي مطعم تدخل له تشوف الميز ممكن قاعدين عليها اثنين ثلاثه، تشوف ما شاء الله السفرة ممدودة، وصلنا للمرحلة هاي؟ أي مع شديد الأسف. يعني إحنا اليوم خلي شوية المواطن يتذكر فترة التسعينات. أعتقد هسه الشباب يعني ما مواليد 2000 وايد يمكن إحنا ملاحقين شوية. بس ذولا ما، فخلي يتذكر هذه الفترة على مود يكون أكو. شوف إحنا عندنا مشكلة اعتياد النعمة. أنا من وجهة نظري موضوع اعتياد النعمة هو من الآفات الكبيرة. يعني اليوم أنت عندك نعمة معتاد هذه النعمة ما تشعر بها، فهذه مشكلة كبيرة. من تروح منك هاي النعمة؟ فخلينا نشعر بهذه النعمة اللي موجودة اليوم. الوضع جيد، صحيح عندنا مشاكل بالاقتصاد العراقي، خلينا نباوع، خلينا ننظر للمشاكل. يعني احنا اليوم الاقتصاد العراقي، شوف ممكن راح اخذك اخذك لغير موضوع زين. يعني اليوم احنا اقتصادنا العراقي جاي يواجه مشكلة كبيرة، يمكن المواطن غير المختص ما يدري بيها أو المواطن المطلع. إحنا اليوم أكو مصارف جاي تتعرض للانهيار. تعرف نظامنا المصرفي اليوم أكو عقوبات مؤخرا ضد مصارف معينة. خلينا نبسطها أكثر. يعني هسه يمكن يشوفنا فد ولد شاب يقول يا أبا هسه أنا بدل ما أطلب 4 قطع 5 قطع، إذا طلبت قطعتين راح أثر على اقتصاد العراق. طبعا طبعا احنا هو أتت قطعتين وهذا هتشي، فبالنهاية هي معدل عام راح يكون. فإحنا اليوم دا نواجه مشكلة كبيرة، مشكلة إنه النظام المالي بشكل كامل، إنه إحنا معتمدين على النفط. هذا الاعتماد الكامل على النفط يؤدي إلى مشاكل اقتصادية. أي أزمة بموضوع النفط أو أي تراجع بالأسعار تشوفنا حتى الخبزة ما نقدر نجيبه، لأن بلد كله معتمد على النفط وعلى الاستيراد. إحنا كل شيء ما نصنع. وسائل ترفيه يعني اليوم نشوف إحنا عندنا قلة، ما تشوف هذا واحد من الأسباب إنه صار ممكن المطعم وسيلة ترفيه تعتبرها العائلة؟ مع شديد الأسف هاي ثقافة. هاي يعني بعد 2003 يعني صاروا العراقيين من يطلعون برا لازم يأكل، اللي يجمعهم الأكل، أو لازم مثلا تعزم واحد والله حتى ذا هو لازم تنزل وجبة. يا بس أنا اليوم متعشي يعني مو ضرورة يعني مو لا لا. مع شديد الأسف هذه مشكلة كبيرة. يعني اليوم صارت انه عيب، يعني دخل بموضوع العيب. يعني يابا اذا ما تخلي له اكل عيب. زين هو متعشي بالنهايه، هذا الاكل راح ينذب، لا راح يرجع ابو المطعم. نرجع للاحصائيات وهذه القوائم اللي تصدر بشكل دوري، نشوف الدول الاكثر هدرا هي الاكثر فقرا. يعني وفق هذه الاحصائيه اللي ذكرناها، نيجيريا الاول عالميا، بينما هي بلد افريقي هسه صح غني بمواردها الطبيعيه وغيرها، بلد فقير. بس بالتالي هو بلد فقير مثل ما نعرف. شنو العلاقه بين هذه وهذه؟ هو استاذ هي لها علاقه بالوعي. اليوم انت البلد الفقير دائما البلدان اللي شعبها عندهم وعي، فتشوف
الموضوع له علاقه بالوعي، نقطه راسه ثقافه ووعي، ثقافه وعي انت مجتمع. اليوم انت اليوم هدر الطعام هو اسلوب غير حضاري بشكل كامل. ما دام تشوف انه اكو بلد متطور ما راح يهدر الطعام، انه هذه الاموال ممكن اني اوفرها لغير وقت اوفرها يا اخي اضمها بالمصرف مثلا، اذا عندك فلوس زايد روح ضمها. ليش احنا اليوم عندنا 70% من الاموال مكتنزه بالمنازل؟ ليش ما عندنا يعني تعامل مصرفيه قويه عند المواطن؟ فهاي اللي حصله يصرفه. صح، وممكن ببساطة. موضوع المطاعم وموضوع الاكل هو من اهم الاماكن اللي تصرف فيها يعني الأموال. يعني اكو مجتمعات تشوفهم يعني عندهم من يروح يريد يطلع بمطعم فشي يعني بالشهر مرة أو بالشهرين مرة، ويروحون يقعدون بمطعم وممكن حتى ما يأكلون مثلا. إحنا المشكلة يعني صارت حتى على قولتك قضية الترفيه صارت هي عبارة عن إنه تروح المطعم موضوع ونسى مو موضوع. طيب وهذا هم ما نرجع على الموضوع إنه أماكن ترفيه ما عندنا. بالضبط الموضوع يعني إلى مسببات. اليوم إحنا ماكو مكان ترفيه يعني هسه اليوم أنت مثلا تريد تطلع ويا صديقك او تريد تاخذ عائلتك، قليله مناطق الترفيه. صح، يعني كلش قليله، فتشوف العوائل تلجا للمطاعم وابو المطعم يريد يبيع طبعا اكيد، هو ما يهم كل ما يهم هدر الاشياء اللي يحتاجها. لا الهدر هذا هو يريدك تهدر اصلا. طبعا. زين شنو اللي نحتاجه حتى نحد من هذا الموضوع؟ الوعي، زياده الوعي. يفترض احنا اليوم الحكومه هي انه تكون هي ترعى هذه الحملات، انه تنتبه لهذه القضيه المهمه. زيادة الوعي. اليوم ما ممكن انه اني كل شيء مع انه اني اوفر، لكن الحد من الاستيرادات. اليوم انت من يدخل المواطن للسوبر ماركت يشوف انواع يمكن هو ما بباله يشتري، فبس من يشوف عجب اريد يجرب. فاحنا اليوم خلي قدر الامكان نوفر بالاسواق الاشياء المهمة وضرورية. ماكو داعي انه اني استورد مانجا او استورد مثلا جوز الهند ما ادري منين من مواد اساسيه، مواد هاي ما يحتاجها المواطن العراقي، هم راح تصرف عليها دولار الدوله. ها زي. وبنفس الوقت هم راح تتسبب بهدر. خلي اوفر الاشياء الاساسيه، خلي اوسع سله المنتجات اللي تنتج محليا. يعني قدر الامكان اليوم انه نوسع سله المنتج المحلي. يعني اليوم ندعم المنتج المحلي بطريقه او باخرى. اليوم نشوف اكو ارتفاع، يعني اذا ندخل بتفاصيل الموضوع اكثر نشوف ارتفاع باسعار اللحوم وغيرها، بالمقابل ممكن المستورد هو سعره اقل. مو هي المشكله موضوع الهدر، طلب. انت طلب متزايد اليوم على الغذاء، هذا الطلب يؤدي بالنهايه الى ارتفاع الاسعار. الطلب من يجي من الهدر. انت لو اكو تنظيم بعمليه الطعام ما راح تشوف اكو هدر فعلا. فهذا الهدر بالنهايه راح يسبب طلب متزايد وترتفع الاسعار اكثر. الزنجين او اللي يمتلك اموال ما راح يعني يتاثر كثيرا، لكن من اللي راح يتاذى؟ الفقير. الفقير هي تفتر وترجع الفقير. مو انا اشكرك الاستاذ احمد عبد الرب الخبير الاقتصادي لكل هذه المعلومات والايضاحات. بالتالي ابدي من نفسك، موضوع الهدر لازم كل واحد بينا يبدي من نفسه ويحاول يقلل هدره هو للطعام، وبعدين ننقلها الى ثقافه عامه. صح الحكومه لها دور ومسؤوليه بهذا الموضوع، بس مو كله يم الحكومه. الحكومه ما راح تخصص لك شخص يوقف يمك ايش راح تطلب بالمطعم. انت انتبه لنفسك، وهذا الموضوع انا ابدي بنفسي اني، وبعدين انقله اكيد لكم كمشاهدينا ومتابعينا، بالتالي حتى نحافظ على النعمه مثل ما قال استاذ احمد، والله يديم النعمه على الجميع. فاصل وبعد. فيال الجادري سوت جولة بواحد من المطاعم وسألت المواطنين عن الأكل الباقي وين يودوه وعن هدر الطعام، وهاي التفاصيل نتابع. حياكم الله مشاهدينا، أكو مقولة تقول العين تاكل قبل الفم. مثل ما تعرفون أغلب الشارع العراقي والعوائل العراقية تلتجئ للمطاعم والأكلات حتى تغير بنفسيتهم. اليوم راح أخذكم وياي باستطلاع وآراء الناس حول هرمون السعادة. هذا الأكل راح تطلبون من أبو المطعم إنه هو يلف لكم وياه تأخذوه سفري، لو راح تعوفوه يعني تستحون إنه تطلب؟ لا ما بيها مستحى، لأن بوقف يعني نأخذه
يجوز يعني إذا لقينا واحد نطيها يعني فقير إذا أراد. مثلا من نروح أكيد مطاعم يعني أشوف ناس تطلب هواية يعني فوق اللي القيمة اللي يعني مثلا أنا أعرف شو قد راح أكل، أعرف أطفالي شنو يأكلون، عائلتي شنو تأكل، فأطلب اللي على قدي. البقى أوكي أخذ سفري، بس أكو عوائل ما أدري تستحي إنه تأخذ سفري أي، فهي ليش دا أستحي أنا دافعة قيمتي، وشغلة ثانية يعني بالبيت يفيدني أقدر أكل يعني عاد. مثل زود أخذ وياي البيت عاد. يعني ما راح تستحي وتقول أنا أخجل أطلبه من أبو المطعم إنه هو يلف لي الأكل. لا لا. زين ليش برأيك؟ لأنه تبذير. والله أنا المطاعم لعبتي، بس إذا مثلاً بوحدي أختار نوع واحد، لأن ليش واحد تبذير هم تبذير حرام، بس إذا أكثر من شخص وياي لا غير الأصناف، فما يصير صنف واحد، هم واحد شوي منا شوي منا يغير. صح إنه نستغل إنه الأكل وما نحاول نبذر به، لأن حرام هو تبقى نعمة الله، فيكون الحيوان أولى بيهم. يعني مثلا اعطيها الحيوان او مثلا مو شرط انه الحيوان، يجوز مثلا بالبيت انا محتاج اخويا مثلا مشتهى اكل عاد اعطيه اياه عاد ما بيها شيء، لان هو بالبيت يجوز ما يقدر يعطيه. هو بصراحه هو لازم الانسان يعرف ايش قد ياكل وايش قد انه يكفي، لازم يعرف شلون اطفاله ياكلون، لان اكو عوائل يعني تنزل مثلا انه هوايه اكثر من طبقه وهذه حرام. يعني اول شيء ندخل باشكال شرعي انه نعمه الله ما يصير تنذب. زين احنا لا احنا الحمد لله يعني نطلب على قدنا ونحاول قدر الامكان انه ما يبقى شيء. لا بالعكس، حتى لو كانت يعني نص قطعه لازم اطلبها يعني سفري واخذها معايا، ما بقدر لان هذا اي شيء انا اطلبه هو من نعمه من الله، يعني هو من طينيه شو ما كانت شو ما كانت. حتى بالبيت لما بطبخ اذا رز يعني حبايه رز وقعت بالارض لازم اشيلها عشان احتمال البركه فيها، احتمال الفركة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم كلوا واسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، يعني ونزلت بأكثر من آية وبصورة طه وبأكثر من مكان. فالإسراف يعني شيء مبالغ فيه غلط ما يجوز، شو مكان بأي مكان ناكل لازم الأكل اللي يبقى. حتى مرات فتات الخبز لما بناكل توقع بيه بحضننا أو مكان بالأرض لازم نشيلها ونحافظ عليها لأن هاي بيها بركة. عندنا بالبيت مثلا مربين دجاج يعني حيوانات أي شيء نطيهم الزايد، إدارة المول أو أي مكان فاتح مكان الأكل يلموا الأكل ما يرضون ينطوا مثلا العاملين هنا، لا يدبوه بالحاويات، هذا الشيء غلط. المفروض الأكل الصحي ما التمس يعني ما إجى عليه حدا يعني يتلفوه ويودوه مثلا دار الأيتام أماكن صحية، يعني ناس بيحتاج لهذا الأكل، الناس اللي ما عندهم يعني إمكانية. فهم حتى أنا لاحظت هذا الشيء، بعض الناس اللي تعبانين عايزين يشتغلون بالمكان هذا ما ينطوهم. مع العلم هم إمكانياتهم تشوفها بسيطة، بس هو يريد يظهر قدام الناس إنه هو من طبقة، بينما هي الطبقات مو بالأكل، طبقات بالأخلاق بالتواضع. نشوف الإنسان لمن هو طبيعي وهذا قمة الرقي عنده. فإحنا هاي حتى لما ندرسها للناس وليابة إنه الإنسان لمن يسمو بأخلاقه ما يسمو بالمادة، المادة هي مجرد وسيلة حتى ترتاح نفسيا أنت، فأنت لازم توظف هاي المادة حتى تريحك نفسيا، مو توظفها حتى تأذي غيرك. ممكن أكو ناس ما عندها فلوس، أكو مرات إحنا نسويها سفري، يجي الزبون يسوي سفري، ومرات يبقون علمي يجي المنظف أو يأخذه أو يذبه بالنفايات، بس أكثر شيء إنه ما يأخذونه يعني البنغالي أو باقي الموظفين، وأكثر شيء يذبون. حب أجي له كلمة عن هاي الحرامات، النعمة اللي ذبها نعمة الله، كعالم غيره ما يعني ما أصلا ما تقدر تأكلها، أكل على قد إمكانك، وإذا ما تقدر تأكلها أعطيه الفقير واحد غيره قاعد يعني سوي سفر تطيها برا. يعني هاي حب أجي الكلمة، نصيحتي إنه هي شغلتين، أول شيء أطلب على يعني القيمة اللي أني على قدي بس ما أطلب أكثر، والشيء اللي يبقى إذا أني ما أريد أخذه البيت أنطي الفقير أنطي الحيوانات. أكو هواية يعني ناس تحتاج، ليش ده يبقى حرام؟ يعني ماكو مستحبيها أطلبه وأنطي لأحد. مشاهدينا الكرام، شفنا وياكم آراء الناس واستطلاعنا حول موضوع الإسراف والتبذير بالطعام، ومثل ما تعرفون إنه الأكل اللي تعوفوه بداعي الخجل والمستحى والبرستيج إنه ما تقدرون تطلبوه من أبو المطعم يلف لكم إياه سفري، هذا مصيره راح يكون للنفايات، وهذا الشيء ما يجوز بديننا الإسلامي، ورب العالمين نهانا عن الإسراف والتبذير. قبل فترة سألني صديق عايش برا، قال شو صور البنات العراقيات كلهن حلوات ويتشابهن، شنو القصة؟ شنو اللي صار ورا ما سافرنا؟ أنا ضحكت وجاوبته، قلت له والله يتشابهن من ورا عمليات التجميل
ووحدة صارت تغارة من الثانية. ش تنفخ هاي؟ هاي تنفخ. ش الشد هاي؟ هاي تشد. طبعاً مع احترامنا لكل أخواتنا المسويات والما مسويات عمليات التجميل، بس ظاهرة عمليات التجميل صارت منتشرة بالمجتمع العراقي بشكل مو طبيعي. لذلك وزارة الصحة أغلقت 124 مركز وعيادة تجميل مخالفة للضوابط، منها 94 مركز وهمي. لقوا خلال جولاتهم أكثر من 30 صالة عمليات داخل مراكز مجازة، بس هذه الصالات مو مجهزة للعمليات الجراحية وتعتبر مخالفة للضوابط الوزارية، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 25 طبيب وطبيبة يشتغلون بهذه المراكز خلافاً للتعليمات. الكارثة مو هنا، الكارثة بصدور 7 أوامر لإتلاف مواد طبية وصحية مستخدمة بهذه المراكز والعيادات، وهذه المواد غير صالحة للاستخدام. وعن موضوع عمليات التجميل والعيادات ومراكز التجميل وكل هالتفاصيل، رحب بالاستوديو بي الدكتور حسام الدين عبد الكريم، مدير قسم التفتيش المؤسسات الصحيه الخاصه. رحب بك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بالمقدمه قلنا الموضوع زاد عن حده وصار تقريبا ظاهره عامه. كمتابع لهذا الموضوع وكعامل بهذا المجال، شنو تقييمك لانتشار هذه المؤسسات اليوم او المراكز والعيادات الصحيه؟ احنا عملنا بوزارة الصحة تابعين الى دائرة التفتيش، قسم التفتيش مؤسسات صحية الخاصة وشعب مناظرة في دوائر الصحة. عملنا هو عمل مراقبة ومتابعة لعمل هذه المؤسسات الخاصة بكافة مسمياتها. لكلها كان صارت في مصطلح واحد هو مركز التجميل، ضمن هو مركز التجميل المجاز من قبل وزارة الصحة، ضمن ايضا عيادات التجميل والجلدية، عيادات طب الاسنان، ضمن ايضا اللي دخلوا الآن في المجال وبدنا نصدهم هم ما يسمونه بصالونات الحلاقة. هي بالبداية أعدادها طبيعية لو زادت؟ أعدادها في يعني زايدة، هي زايدة إحصائياتها غير متكاملة، تفرعاتها كثيرة، ليست معلومة المكان والعلامات جيدة. ما يخص احنا كمراكز المجازة من قبلنا احنا في وزارة الصحة بلغت حدود 70 مركز تجميل فقط في بغداد. الباقي المسميات هي عبارة عن عيادات، واكثريتها عيادات مخالفه، وبعضهم هم يعني مثل ما قلت حضرتك من صالونات الحلاقه والعنايه بالبشره اللي ايضا دخلوا في هذا المجال مع الاسف. عملنا احنا بالوزاره وفي قسمنا هو متابعه هذه المسميات كافه من خلال حملات دوريه على مناطق، ومن خلال حملات مفاجئه او خلال شكاوى ترد الينا. احنا في بدايه هذه السنه تم تشكيل فريق مع وزاره الداخليه بامر من سيد معالي وزير الداخليه وسيد معالي وزير الصحه، فرق مكونه من وكاله استخبارات الداخليه والجريمه المنظمه والجهاز الامن الوطني والقوى الماسكه، اضافه الى التفتيش اقسام التفتيش في بغداد كرخه ورصافه. شكلنا فرق مشتركه سميناها الحمله المشتركه. تم الاعتماد بالاساس على المراكز اللي تم رصدها من قبلنا، تم تزويدها وزاره الداخليه، وتم مباشره من منتصف شهر الرابع ومستمر لحد الان على طريق حملات يعني توقيتاتها او بعد استحصال الموافقات الرسميه. تم خلال هاي السنه غلق اكثر من 80 مركز تجميل وهمي، وتم احالتهم واقامه اجراءات قانونيه بحقهم. نعم دكتور، هذا يودينا لسؤال. نعم. اكو متابعه، اكو لجان، بالمقابل اكو زياده لهذه المراكز والعيادات، مشخصين شنو اسباب هذه الزياده؟ يعني اليوم نشوفها، احنا قلنا مقدمتنا حتى صارت توازي المطاعم اذا مو اكثر من المطاعم ببعض. نعم. المناطق مثل ما قلت بديت حضرتك بالكلام، قلت هي اصبحت عن ظاهره وعلى اساس هذه الظاهره صارت الزياده، لكن في هذه السنه لا، لاحظنا اكو قله في فتح هذه الاماكن، وبعضهم كثير من عندهم اتجه الى الوزاره وبدا باجراءات التسجيل. بعضهم احنا من الاطباء والهاي يعني احناهم الى النقابات وطالبناهم بتغيير المسميات الموجوده على العيادات، لانهم كانوا يحملون مصطلح مركز التجميل. بعضهم بعض المراكز اللي بعد ما يعني تمت احالتهم واجراء القانونيه باشروا في اجراءات التسجيل لان اعتبر رادع لهم، لذلك احنا مستمرين في هذه الحملات المشتركه. اليوم كمستفيد كمراجع لهذه المراكز والعيادات،
شنو تسموه بلغتكم؟ كمراجع مريض؟ نعم. شنو حالته؟ تسمية هذه بعد تعرف بها دكتور. شنو تهم موضوع الإجازة؟ يعني شنو يفرق اليوم المركز المجاز أو العيادة المجازة والمركز الغير مجاز؟ ممكن هذا يشوفه سعره أقل، بعضهم يسوي عروض وإعلانات وغيرها من التفاصيل. المواطن هو لازم يعني في الاختيارات ليس يكون اعتماده فقط على ما يشاهده بالسوشيال ميديا. يجب التأكد من هذا المكان، التأكد من المتواجدين. المهم في هذه الأماكن هو تواجد الطبيب المشرف. إحنا الآن مركز تجميل لا يفتح إلا بوجود طبيب جلدية أو تجميلية. فمن المواطن أن يسأل من يقوم بهذه الإجراءات خاصة الجراحية. لازم يتأكد إنه هل هذا طبيب مو طبيب، ويتأكد من شهادته ومن حق المواطن. ويجب على الموجودين في هذه الأماكن إبراز هوياتهم للمواطنين. هو شنو خطورته اليوم لما يروح لمركز غير مجاز؟ شنو خطورته عليه وعلى حالته؟ خطورته لأنه صراحة هو أول شيء حقوقه في هذا المكان غير موجود، لأن هذا المكان غير مجاز. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأشخاص اللي موجودين أكيد هم أشخاص غير ذو اختصاص. زين، فهنا نحن يعني احنا موضوعنا ويا المراكز او موضوع التجميل هو موضوعنا ويا المضاعفات اللي تحصل من التداخلات اللاجراحيه او الجراحيه للمواطن. طيب المواد المستخدمه ايضا يكون مصدرها اكيد في هيك اماكن هي غير معروفه، غير يعني لا ليس لها كتب فحص ولا متابعه ولا مراقبه. وهي ايضا شغله مهمه، لان هاي عباره عن مواد تحقن في جسم الانسان. فايضا لها تاثيرات لها مضاعفات. زين، هذه نعم. بالاساس شلون يوردوها هذه المواد؟ شلون تدخل؟ عدة طرق هم للأمانة. احنا قاعد يعني في المتابعة عندنا نرصد هاي الحالات. عدة طرق هي من الأدوية. الآن لا، باشرنا احنا بعد مطالبات، يعني أي يعني هذه المواد المستخدمة تسمى بمواد تجميل. نطالب احنا في فرقة تفتيشية بكتب الفحص والمطابقة لهذه المواد. فإذا ما بيها كتب فحص فاحنا قاعد نصادرهم، قاعد نتلفن. مصادرهم يعني مصادر كثيرة، هم كحال باقيين كيجيبوها، لكن احنا كإجراءاتنا رقابية لا، مصادرة هذه المواد وإتلافها. يعني أكثر المواد مثل ما تعرف حضرتك مواد المستخدمة بالفيلر والبوتوكس وغيرها من هذه العمليات الرائجة اليوم نسمعها هواية، هذه خطورة هذه المواد إذا استخدمت بهذه العمليات شنو ممكن مضاعفاتها تأثر؟ أكيد يعني هي كمضاعفات، وإن كان معلوماتي مو كلش دقيقة بهذا الموضوع، يعني أنا مو صاحب اختصاص بهذا الموضوع. طيب. لكن هي أي مادة تدخل في جسم الإنسان أكيد بها سايد إفكت، جوانب أعراض جانبية. فإذا من صلاحيتها والمواد المستخدمة أكيد لها مضاعفات على جسم الإنسان. يعني أكو من جتنا هواي كثير من الشكاوي، حصول تشوهات في الجلد، حصول نوع من الالتهابات تصير، نوع من البكتيريا سجلت عندنا في حالة من حالات النادرة من أثر استخدام هذه المواد. أكثر من يعني أو 70 مركز، يعني هذه القائمة اللي وصلت لنا عن طريق مشكور، هذه المراكز المجازة. نعم. الغير مجازة ذكرت انه اكثر من 80 مركز تم غلقها باعتبارها مراكز ومستمرين. زين، المجاز هذا شنو شروطه؟ يعني اهم شروطه حتى يكون المركز اليوم مجاز. شروطه شروط مو يعني ليس بالصراحه هي الشروط الكبيره. اهم فقره عندنا انه شيء انه تكون اجازه باسم طبيب. شروط المكان، شروط الاجهزه المستخدمه، العاملين لازم يكونون حاصلين على الدورات، عندهم شهادات فحص ولقاح الى اخره. المواد المستخدمة يعني مو ذاك الشروط الثقيلة على المستثمر أو على الطبيب. وأكو تسهيلات أيضا صارت لفتح هذه المواد. إحنا يعني هدفنا أنه تحويل أكبر عدد أنه تكون إلى مؤسسة مجازة. طيب. إحنا المؤسسات المجازة لأن سيطرتنا تكون عليهم أقوى، هذا أقدر أنا أسيطر عليه وأتابعه. وأكثر هذول المجازين يعني صراحة كثير منهم ملتزمين معانا ومخالفاتهم قليلة. وين أكثر المناطق اللي تشخصون بيها أنه أكو مراكز غير مجازة؟ والله صراحة يعني ما كفت بلك نقدر نقول في هذا أماكن. إذا نحكي كبغداد ككرخو رصافة. بغداد وكرخو رصافة والله منتشرين في أكثر الأماكن. وإحنا صراحة كذلك هي صعوبتنا بهذا المكان، هذا الموضوع. يعني كثير هسه من هذه الأماكن صارت من هذه المؤسسات قصدي في أماكن سكنية، يعني بيوت أو شقق، لذلك يكون صعوبة أيضا حتى بالوصول إليها. كثير من الشكوى تجينا صراحة أنك صعوبة في الوصول. شلون تراقبون؟ إحنا من خلال تمشيط الأماكن. حملاتنا الدورية هي تمشيط المكان، يعني منحدد مكان تمشيطه من البداية إلى النهاية. زين. والآن قمنا نتجه بالشوارع أيضا
مو نبحث. اكو فرق جواله يعني عندكم؟ عندنا فرق جواله، عندي فرق اصلا كنت انا عندي داتا كامله كنت ارسلهم قبل فتره بدون زيارات بس لجمع المعلومات على هذه الاماكن بعدين نتوجه عليها. اذا اسال بخصوص العناوين اللي تسوق بها هذه المراكز، خبيره تجميل، متمرسه، او بعضهم داخله دوره ام الشهر وسمت روحها خبيره تجميل، هذه شنو تفاصيلها؟ احنا بالنسبه لنا هاي مخالفه. مخالفه؟ مخالفه. لا هو ممكن انه بشهر وتقدر تسوي هذا؟ لا هي من الحقن والعمليات. لا أبد أبد. وغيرها؟ لا اكيد هو يعني انتم سنوات تتعبون صحيح تجيب والله. دوره هي تقول اني خبيره واختصاص لا 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 اكيد اكيد اكيد، لكن هي نوع من الثقه الزائده صارت عند هواي من الناس. ما هي تبعات الثقه مو مشكله، ما متحمل ما عايشين هاي اللقطه. احنا انا اتحدث قدامه كان رجل جراح يعني احنا من وصلنا الى مرحله واخذنا شهاده وقمنا نشتغل عمليات عبرنا اشواط كثيره اكيد زين جازفنا واشتغلنا الى ان وصلنا، فصار حتى ساعدنا نوع من الثقه بالنفس مو كلش قوي مثل ما هذول الاشخاص عندهم، لانه اكو يعني شيء مهم بالموضوع هو اكو شيء اسمه حياه مواطن. والحياه هاي مو سهله بالنسبه لنا، المضاعفات اللي تحصل قد يكون شوفها بعضهم قليله لكن هي بعدين بتتضاعف، لا هي مضاعفات بين توصل لحد يعني هذه الوفات. الدورات القصيره ما تمكنهم من اكيد ما اكيد اكيد هي اكيد اكيد ما تمكن لهم. احنا هسه بالوزاره في طور نكون احنا السيطره يمنا الوزاريه يعني عندنا نسق في اقامه نحل الدورات والشهادات تصدر من عندنا، على ما تكون احنا الاشخاص المدربين والمتدربين يكونون معلومين عندنا يعني من هو اللي حيدخل في هذا الاختصاص، من المدرب، الشهادة حنطيها ونحددها بالأماكن والاختصاصات اللي يشتغل بها. وأحس إحنا في طور تطوير هذا الموضوع لأن يعني هذا مشروع يحتاج أيضا شغل إلى أن نرتب الأمور. أكو مناطق نشوف فيها المراكز بأعداد مو طبيعية يعني جادرية، المنصور، اليرموك، هذه المناطق جاي تكثفون إنه الفرق أكيد. اللي عندكم عليها أكيد اكيد احنا يعني هاي احنا اني مستمعات نسميها كسنتر يعني اكيد هاي احنا تكثيفا لان هي عدد المؤسسات بها يعني مؤسسات بهذا الاختصاص كثيره فاعتياد زياراتنا تكون عليها كثيره هذه الاماكن. لكن انا هسه وجهناهم، لا توجهنا ايضا على الاطراف، احنا نسميها باقي المناطق الطرفيه والهاي لان ايضا بدات تظهر بها هاي الظاهره. وحتى المحافظات هسه توجيهي انا يوم كنت البارحه واليوم الصبح تحدثت ويا مدراء الشعب المناظره وقلت لهم تستمرون في الحملات المشتركة مع الوزارة الداخلية لأنه هاي الحملات المشتركة عندما موجود يعني عناصر أمنية ويانا في مؤسسات غير مجازية صراحة ينطينا دعم في دخول هذه الأماكن. لأن يعني صراحة أنا واحد من الناس كنت يعني أقول لهم يعني إحنا من حقنا أيضا أخاف على المفتش ماتي أن يدخل هيك مكان لأن هذا مكان غير معلوم إنه زين فالتبعات الموجودة لها. لكن لا من اشتركت ويانا الجهات الأمنية لأخذنا الراحة، أيضا تحركاتنا صارت تحركات قانونية يعني هسه خروجنا دائما يكون بأمر قاضي. طيب نعم نعم لأن هاي بي حماية إنه من كافة الأطراف المسؤولين عن هذه المراكز الوهمية مباشرة للمحاكم أكيد هم بعد يجازوا هذا أمر قاضي ويكون بانتقاء الشخص وتبدي الإجراءات القانونية. طيب بعد ما نتأكد إنه إحنا كمفتشين إنه هذا المكان غير مجاز، أما إذا كان مكان مجاز أو طبيب لا هم يعني صار انه الاتفاق انه احنا كمفتشين نعطي الراي الفني في المكان وبالاشخاص الموجودين، يعني اذا مؤسسه رسميه والاشخاص معروفين عنده لا هذا ما عندنا بعد تكون وياه اجراءات او بهم باشروا في الاجراءات الرسميه، انه هذا الهدف مالتنا انه نحول هاي المؤسسات الى مؤسسات رسميه. طيب المراكز والعيادات بدنا خلينا نعرف شنو الفرق يعني بين المركز والعياده. العياده هي اللي تصدر اجازتها من النقابات المعنيه يعني عياده الطبيب او طبيب اسنان. والمراكز ان نذكر كلمه مركز تجميل يجب ان يكون اجازته من قسم القطاع الصحي الخاص. طيب. من وزاره الصحه. هذا الى شروطه والى قانونه اللي يؤسس عليه اللي يشتغلون بالمراكز والعيادات. هسه ممكن اكو يعني اجازه باسم طبيب وغيرها، اللي يشتغلون العاملين اللي يستخدمون المواد اللي يحقنون هذه المواد، جولاتكم ورقابتكم توصل لهذه الافراد وكيفيه أكيد. عملهم وطرق اللي يستخدموا بها هذه المواد. احنا من ندخل اي مكان اي مؤسسه من هاي المؤسسات اول سؤال احنا نسال على الاجازه مالته، فاذا كان مجاز فاحنا نكمل اجراء التفتيش. السؤال الثاني حيكون منو الاشخاص المتواجدين يعني نسال عليهم الكادر العامل. النقطه الثالثه ورا هل هذا الكادر حاصل على شهادات تدريبيه لو لا، هل هذا خاضع انه زين. اكو حاله عندنا هواي منهم كوادر اجنبيه ايضا، هاي النقطه ايضا ودنسجل عندنا هاي الحالات بهم عندهم استقدام رسمي وبهم بدون استقدام.
ودحلنا يعني كثير من الأشخاص أنا حلت إلى وزارة الداخلية لأنه اكتشفنا أنه ما عندهم موافقات رسمية بالعمل في المجال الطبي. أي بهم أطباء وبهم كوادر وسطية. يعني ممكن دول استخدامهم بصفة عامل وبعدين يستخدمون بهذه صفة عامل أو دخول غير شرعي ساحي إلى آخره. إحنا بالنسبة إن من نلقى أي كادر أجنبي أول سؤال نسأله عن شهادة الاستخدام. إن استخدام أي كادر هو يخضع إلى شروط واختبارات بعدها يتم إعطائها. يعني إحنا نسميها الاستقدام. زين طيب تكون أي شهادة أو ككتاب. إحنا في حالات المخالفة يترحل المخالف. إحنا بالنسبة إن بعد هذا يحال إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بعد إجراءات هي كم طيب. إجراءات وياها. أكو سؤال يعني يمكن يخطر على كل واحد يشوف اليوم هذا حوارنا، موضوع السلوكيات العاملين بهذه المراكز ما يخص الترويج إلها، هذا عليه مخالفات؟ هذا يشخص؟ أكو متابعة إله؟ والله صراحة يمكن حكينا عنها قبل الحلقة. زين. صراحة يعني هي من صعوبة احنا سيطرة عليه لأنه السوشيال ميديا هو مفتوح. احنا صراحة نتبع مرات نتقلب يعني كأشخاص عاديين نشوف نلاحظ نشوف قدامنا ونترصدهم مقاطع فيديو لعمليات. نعم. يعني مقاطع ونترصدهم بهم نعرفهم بهم غير معلومين بهم الأماكن غير معلومة يضعون العنوان الصحيح. زي. احنا نتصل بهم مرات بالتليفون، يعني عندنا تليفون مرات حد موجود او شيء نتصل نحدد موعد. يعني دائما احنا بالزيارات المفاجئة نخابر وناخذ موعد يعني ونطيق اسم مريض على مود يكون التفتيش في الوقت اللي طريقة مفاجئة. اي طريقة مفاجئة لهذا المكان. كترويج لمنع هذا الترويج صراحة ما عندنا في السلطة نقدر احنا نمنع هذا الترويج. احنا قاعد نرفع تقارير كثيرة انه هذا المكان دي يروج هو مخالفة لو لا يعني من ينشر خصوصية المريض اكيد هاي مخالفة. شخص ينشر تفاصيلها اذا شخص كطبيب هذا يعتبر مخالف لازم ياخذ جزاء ونحيل بهم الى النقابة. يعني تعتبر خاصة مثلا خص موضوع عمل الأطباء، النقابة الأطباء هي المسؤولة الجهة المسؤولة لهذا العمل هذه الكوادر. زين لأن هذا عملهم في القطاع الخاص. هاي السلوكيات وهاي أكيد هاي ممتاز. نعم. أنا أشكرك الدكتور حسام الدين عبد الكريم مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. الله يسلمك عزيزي الدكتور عباس. تدلل عيني. الله يحفظك. مثل ما سمعنا الشروط والتعليمات لفتح المراكز المجازة والعيادات أبدا مو صعبة. يقدر اليوم الطبيب المجاز اللي عنده بعض التعليمات والشروط اللي تنص عليها تعليمات وزارة الصحة فتح مركز تجميل. الخطورة راح تصير على الحالة، لازم الحالة أو الشخص اللي يرغب أن يراجع هذه المراكز والعيادات يتابع التفاصيل مثل ما ذكر الدكتور حسام. أعرف منو راح ينطيك هذه المادة، شنو تفاصيل هذه المادة، شنو القياسات لهذه المادة، وبالتالي مضاعفاتها أبداً مو سهلة ومضاعفاتها ممكن تستمر طول العمر ومن الصعب أنه مرة ثانية تسحب هذه المواد إذا دخلت الجسم. بالتالي نتمنى الصحة والسلامة للجميع. فاصل وبعدها من الأشياء اللي إجتي بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة خطرة ونعاني من عدها وتسبب هواية مشاكل، وهي ظاهرة الحسابات الوهمية. تستخدم الحسابات الوهمية بالتأثير على المجتمع من خلال ما تبثه من سموم وتفاصيل ما لها علاقة بالحقيقة ولا الواقع، بس تستخدم لأغراض وأهداف ثانية لصالح الجهات اللي تصدر هذه الحسابات. فقرة تكنو نتابع بها تفاصيل هذا الموضوع ويا فاطمة طالب. أهلا بكم في تكنو، عالم رقمي بأكثر من 5 مليار شخص. منصات التواصل الاجتماعي تسجل طفرة بعدد المستخدمين في العالم. دراسة كشفت أنه هاي زيادة بلغت تقريبا 62.3% من سكان العالم. الارتفاع وصل بنسبة 5.6% وتخطى الزيادة بعدد سكان العالم البالغة نسبتهم 0.9%. بالمقابل حذرت الدراسة من الحصول على أرقام دقيقة لعدد المستخدمين بسبب كثرة الحسابات الوهمية. تشكل الحسابات الوهمية خطر على مستويات مختلفة بسبب السموم اللي تبثها بمختلف الاتجاهات، وما تحترم خصوصية المجتمعات ولا الأشخاص وتتطاول عليهم وتتجاوز عليهم وحتى ممكن يتم التهديد بها، بالإضافة إلى أنه هي تهدف لإثارة الفتنة وبث الإشاعات والأخبار الكاذبة. ما رح يتم تقليل الخطر من الحسابات الوهمية وتجاوزها للحدود إذا ما صارت سياسة عامة من قبل إدارة الفيسبوك وغيرها من التطبيقات المتعددة اللي لازم تحكم عملها بما يضمن عدم خروج المستخدمين عن السياق الاجتماعي العام. وبهذا
بهذه الآلية يقترب المجتمع الافتراضي من الاتزان العام. وبعد ما سولفنا على الأكل وعلى عمليات التجميل والحسابات الوهمية، نشوفكم الأسبوع الجاي في أمان الله.